رعاية أوفياء المخلصين سكان جهة طنجة قطوان الحسين، فقد اقتضى نظرون السديد أن نولي واليا عليكم وعاملا على عمالة طنجة أصيلة خديما الأرض السيد محمد هيدية لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا ولما نعرفه فيه من قدرة على الاطلاع بالمهام التي أسندناها إليه. سي محمد مهيدية كذلك سمعنا اللي كنسمعوا له انه رجل ديال الشارع، الرجل اللي كيدير الميدان. حنا كلنا تفاؤل بانه غادي يتمم بحال اللي كنقولوا غادي يكمل المسار اللي خلاوه الاسلاف ديالو، خصوصا الولاد السابقين والولاد الاخر سي محمد يعقوبي. اتشرف اليوم بتراس مراسيم حفل تنصيب السيد محمد مهيدية الذي حظي بالثقه المولويه الساميه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، حيث تفضل حفظه الله بتعيينه واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة. وإني على يقين تام بأن السيد الوالي سيكون في مستوى المهام الملقاة على عاتقه من خلال العمل الجاد والإخلاص والتفاني في الاطلاع بالمسؤوليات المناطة به، فإنه يتعين على والي الجهة وعلى عمال العمالات والأقاليم التابعة لها وجميع القطاعات المعنية العمل على تطوير الخدمات العمومية بالجهة. لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد محمد يعقوبي في الختام. لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد محمد يعقوبي على المجهودات التي بذلها وعلى الكفاءة والتفاني والعمل الجاد والدؤوب الذي أبان عنهم خلال مدة توليه المسؤولية بهذه الجهة، وأهنئه على تجديد الثقة السامية في شخصه كوالي جهة الضباط سادة القنيطرة وعاملا على عمالة الضباط. بالنسبه للسي محمد اليعقوبي كتفتقدوا الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه، كذلك مدينه طنجه اللي حقيقه اللي خلى واحد البصمه، واش التاريخ غادي يشهد له بهذا الشيء؟ هذا رجل وطني، رجل دوله. كذلك كنتمنوا التوفيق من الوالي الجديد السي محمد مهيدية اللي كنعرفوا حتى هو رجل عنده كفاءات ورجل اللي كيشتغل، رجل وطني. كنتمنوا له التوفيق في المهام ديالو. مستعدين نشتغلوا كمنتخبين مع السيد الوالي الجديد وكلمة فيه مصلحة المدينة ومصلحة البلاد إن شاء الله. كنتظروا أن فعلا كما لقاء الخطاب ديال تنصيب السيد الوزير الداخلية كانت هناك دي ميساج مهم فيما يخص التنمية. نتمنى الله سبحانه وتعالى أن السيد الوالي الجديد يطبق هذه المفاهيم والتعاليم ديال صاحب الجلالة. الله يطول عمرك.